السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي. اليوم البنات غنجي نشارك معكم التشرميل ديال الزيتون الاسود اللي ديجا كنت حطيت معكم واحد الفيديو اللي كنت فاش رقدت الزيتون في الوقيته ديال الزيتون. كنت رقدت هاد شويه هذا، درته في واحد الخنشه ودرت له الملحه وصافي، وحطيت عليه بواحد الحجره حتى طاب مزيان. ها نتوما ولا حلو تبارك الله، ولا غزال وصافي. وزيت منين وجد قلت غنشارك معكم التشرميله ديال الزيتون الاسود. كاين اللي كيبغي هكا كياكلو هكايا، وكاين اللي كيبغي يشرملو. المهم هادي غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديال التشرميل ديالي كيفاش كنشرملو، وكيجي الصراحه الله زوين هكايا الفطور وداكشي. ويمكن لك تحطيه حتى مع المرقه كيجي غزال صراحه. المهم غادي نشارك معكم التشرميل ديالو، غادي نعطيكم المقادير ان شاء الله دابا باش كنشرملو انايا. صافي هنايا عندي الزيتون كيفما شفتوها نتوما، كيفما بالكم راني جبدتو غسلتو مزيان ودرتو حتى تشمش مزيان. ضروري 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 ما يتشمش. ها نتوما ولا غزال، غسلتو مزيان وشمشتو. ايوا صافي، وغادي ان شاء الله نعطيكم المقادير باش كنشرملو انا. عندي هنايا القزبر يابس ضروري منه، وعندي السودانيه اللي كيبغي السودانيه اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. وعندي هنايا الزعتر، وعندي هنايا الكمون، وعندي الثومه. هاد الثومه هادي راني حكيتها ما دقيتهاش في المهرز باش ما توليش رطبه بزاف، غير حكيتها هكا في الحكاكه. انا كتعجبني نحكها. وهنايا عندي كاس ديال الزيت البلديه، واللي عنده حتى مانتا يديرها، انا ما عنديش، يخلطها مع الزعتر. صافي غادي نجيب واحد السوبيره ديال البلاستيك وغادي نبدا ان شاء الله نشرمل معكم الزيتون. ها نتوما، المهم قلت غادي نشرمل نشارك معكم الطريقه ديالي. ها نتوما البنات، انا راه يعني ها نتوما كما كتشوفوا راه طايب مزيان، ما بغيتش نبرك عليه عاد باش ما يزيدش يعني يتفسخ بزاف. صافي هنايا ها نتوما غادي ندير هنايا واحد المعلقه ديال الكمون هكايا تكون عامره شويه، والزعتر البنات ما غادي نطحنو ما والو هكايا، انا حيت انا راني اصلا كنشري هكا الزعتر من عند العشاب فاش كنتقدى العطريه وداكشي، وكننقيه وكنديرو في واحد القرعه ديال الزاج، كيبقى عندي ديما الصراحه الله. ماشي ملي كنبغي نستعملو عاد كنقيه، لا كنقيه نيش انا هكايا بحال كنبقيو شي زرارع ولا شي حاجه، كنديرو في واحد القريعه وكنديرو في هكايا في البلاكار. صافي هنايا غادي ندير هنا واحد المعلقه وماشي معلقه هنايا ونص، كيرقد كيجي غزال الصراحه الله. غادي ندير السودانيه حيت انا كتعجبني الحار. السودانيه مطحونه، وهنايا القزبر يابس ندير واحد المعلقه ضروري البنات من القزبر يابس. والمقادير وهاد العطريه هذه على حساب كل واحد وكيفاش. وهنا تما وشحال داير ديال الزيتون، شحال ديال الزيتون داير. انا بالنسبه لي هاد الكميه هذه درت فيها هاد القياس ديال العطريه، وغادي نزيد شي معلقه كبيره نخلط بها، ما عنديش معلقه العود. وهنا غنزيد حيت درت معلقه هنا كبيره ديال الزعتر، غنزيدها كامله هاد الزعتر هذا. وعرفتي ملي كيعقد البنات هذا كيجي خطير الصراحه بالنسبه لي كيبغي التومه وداكشي وهاد العطريه هذه. ما بالنسبه لي انا هادشي هذا كنديرو راه تقريبا هاد الزيتون هذا
غيدوز ليا مده حيت انا راجلي ما كياكلش الثومه ما كي ما كيعجبوش هذا العشوب هذا يعني هاد وبالخصوص الثومه يعني واخا ياكلوا بالعشوب ما ياكلوش بالثومه يعني هاد ملي دايره فيه الثومه غادي يبقى لي مده طويله الصراحه ها هكا ليا انا ولا جا شي حد وصافي حتى ولدي ما كياكلش هادشي يعني راكم عارفين الدراري الصغار ما كيبغوش هادشي شرمل والملحه خلاص راه فيه الملحه غير حيت انا غنزيد واحد شويه حيت انا ما درتش فيه الملح يعني ما جاش مالح مالح راكم عارفين ما جاش مالح صراحه جا زوين وانا غادي نزيد واحد النغيزه ديال الملحه ماشي بزاف غير كاحتياط وصافي هانتوما كنظن يكون واضح لكم مزيان دابا صافي كنخلطو مزيان كيف ما قلت لكم داك الكاس ديال الزيت راه كافي ديك التويمه راه كافيه المهم دابا غادي ندوز باش غنعمرو في واحد السوبيره ديال البلاستيك هنا البنات راني كنزدت واحد جوج مزيودات ديال السودانيه قطعتهم هكايا ودرت وزدتهم فيه نسيت ما حطيتها لكمش من الاول راه كتجي زوينه هذه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار راه ماشي اللي ما كيبغيش الحار ما يديروش اللي ضروري هو الزعتر والقزبر اليابس و هكا الكمون الزويته بلديه وراح كيجي غزال الصراحه هاد الله هانتوما شوفوا كيفاش كيبان غزال وعاد صافي غادي نديرو هنايا هذه اللي غادي تهزوا لي هانتوما شوفو هاد الشرمونة ديالو كيفاش كتبان غزال الصراحة نبارك عليها هكايا حيت مازال إن شاء الله غادي نخليه يقل عاد نبدا نستعملو إيه على ما يتشرب واحد يومين هكا كينا على ما يتشرب مزيان هادشي هذا هاد العطرية باش كيكون شرب ديك شرب ديك العطرية مزيان صافي غادي نبدا ان شاء الله نحط منه ديما هكايا حيت انا كيعجبني الصراحه الله الفطور هكا كنبرك عليه باش كيتشرب مزيان ديك العطريه كيبقى الحبه مزاحمه مع اختها كيتشرب العطريه مزيان صافي هانتوما هانتوما كيفاش داير انا غادي نديرو في واحد الطبق ونوريه لكم منين يمشي ان شاء الله ودابا البنات هانتوما ملي درتو في الطبق ديال التقديم هانتوما كما كتشوفوا جا زوين جا الصراحه الله كيحمق هانتوما البنات بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار جا الصراحه الله غزال هانتوما تشرميلتو كتبان غزاله هانتوما البنات نتمنى يعجبكم يا ربي وتجربوه علاش لا وتردوا عليا في لي كومونتير الصراحه الله تشرميله غزاله التتبيله اللي الصراحه الله غير كتحلي هكا ديك السوبيره ديال اللي دايرها فيه كتعطي ديك الريحه ديالو غزاله والله العظيم المهم نتمنى يعجبكم يا ربي هذا الفيديو هذا وما تنساوش اللي ما مشتركش القناه يشترك واللي كانت كتفرج في الفيديو من الاول حتى للتالي ان شاء الله تخلي لي واحد اللايك فضلا وليس امرا وشكرا مع السلامه حتى شي فيديو اخر بحول الله.